قال سيناريست تامر حبيب لليوم السابع ان مشروع مسلسله الخاص بالفنان احمد حلمي والفنانه منى زكي والذي كانت بصدد كتابته قد تم تاجيله هذا العام لانشغاله بكتابه اعمال اخرى من جهه، ومن جهه اخرى لان الفنانه منى زكي تنتظر هي واحمد حلمي حادث سعيد، وقريب جدا هتكون لبنتهم ليلي اخ او اخت جديده. ومن جهه اخرى يعكف سيناريست تامر حبيب على كتابه الحلقات الاخيره من مسلسل شربات لوز مشيرا الى انه من المحتمل ان ينتهي من كتابه المسلسل بالكامل نهايه الشهر الجاري. حضرتك لبناني صح؟ هنا انا مصري ام الدنيا. انا مصري مصري هات بقى الليله دي بقى لمهالنا كده. رد على البيت. شك انا مواطن مصري وعندي حقوق مصريه. 100 جنيه رشوه يعني؟ انت عملت ده كده في الشارع؟ لا معلش اصلك انت ما انتش متعود، هتتعود بقى ويجيلك تناحة وتكسب مناعة وتاكل براحتك. بص احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات اهم حاجة في الصورة انك تضحك.